زي ما كل يوم عاملين ايه، اهلا بيكم في حلقه جديده من شيكا اكس جاجو. معاكم جاجو، معاكم شيكا. ازيك يا جاجو؟ النهارده هنكلمكم عن حاجات لذيذه جدا في كل شغل يا جماعه. كل شغل وليه الصنعه بتاعته، كل شغل وليه الكلمات بتاعته. الكلمات دي صح ولا غلط؟ شيكا هيتناقش معايا في الموضوع ده دلوقتي. بس انت كل مكان انت بتشتغل فيه هتلاقي فيه الكلمات المقترنه بيه. يعني مثلا احنا في كارير البنكير والحاجات دي عندنا مثلا في الايميل بنتكلم بنقول ايه؟ هفرود. ده لو هبعت مين؟ هفرود يعني هسند مثلا. كل حاجه قبليها ها، تحس ان الها دي مثلا ابوستروف اس بالظبط. فيعني هي هسيس يعني ممكن مثلا تعالى نسند ده بس عشان انا عارف ان ده انتوا جامد. تعالى نسند اسم عادي بال السي سي ده. اوكي ايه اللي هسيس؟ يعني ايه هسيس؟ هسيس دي يعني همنشن. اوكي هصبر يعني بينا. ممكن بقى انت تستخدمها مثلا زي ما شيكس بيقول لكم مثلا فورورد افورورد يس سي سي هسيس هدرافت اللي هي هحط في الدرافت اركايف طبعا اللي احنا كنا بنقول غلط اركايف الارشيف ارشيف يعني مفيش حاجه يعني خالص اسمها ارشيف اركايف. ايه تاني عندك بقى؟ خلاص امسح يعني فضي الميل. فضي الميل كل كلامنا هيبقى في الميل لان هو الميل كل كلماته غلط. فضي الميل يقول لك فضي الميل ازاي لك ايه؟ طب دلت شويه مثلا ادلت انا همسح يعني. طب تمام جدا. مثلا لو ايه تاني؟ لو ميلك مليان مثلا يقول لك ميلك فولي. عايز ايه انت يعني؟ افول ايه؟ ايه تاني في الميل؟ عارف انت الحاجات اللي انت بتستخدمها في حياتك اليوميه. يعني انت مثلا ممكن تبقى بتستخدم كلمات انت خلاص اقتنعت ان هي صح، بس احنا بنديك ايه بقى اللي هو منقوص الخطر يعني، فبنرش على وشك ميه ساقعه. يا جدعان يا جدعان ده مش انجليزي. عملت حاجه غلط مثلا وقلت مثلا لا يعني رولت الرايس بتاعك لو سمحت يعني رزجك لي. هرجك الحركه. يعني ايه هرج؟ لا ريجكت مش ريجكت. ها الجي حرف الجي جي جي. بمناسبه حرف الجي يا جماعه نقول لك ايه؟ دايما لك ايه دي جي عمرو حاح ماشي. ايه يا جماعه عمرو حاح؟ هي دي جي دي جي اللي هو لا دي جي حمودي ريمكس. يعني دي احلى بكتير. احلى بكتير. في حاجه ثانيه مثلا الناس مش كتير تعرفها اللي هي اختصار كلمه سي في. السي في مثلا بما ان احنا بنتكلم عن الشغل اللي هي كريكلم بتاعي كده اسمها صح؟ تمام. هي اساسا مش انجليزي، هي فرنساوي تقريبا. فرنساوي صح؟ فرنساوي في منها لاتيني. تمام. باللاتيني كريكلم فايتاي. تمام. فده مثلا اختصار السي في. لما تيجي تقعد بقى في انترفيو تقعد تكتب في انجليزي ما تبتديش تستخدم الانجليزي اللي هو بتاع العفاريت اللي احنا بنتكلم بيه ده اللي هو فورورد ومش عارف ايه. اتكلم انجليزي عادي اللي هي فورورد. تعال نلف معاهم. فورورد عادي. تتكلم اللي هي الكلمات العاديه بقى يعني خليك على سجايتك بالظبط. بص عندنا حقيقه تاني ممكن يتقالش لو بنتكلم في الشغل. لا هتلاقي حاجات كتير يعني جد. مثلا اللي هو اقول لك هفايل. مثلا فايلنج يلا فايل هفايل. يقول لك مثلا ايه تاني لو بنتكلم عن التارجت؟ هتارجت. تارجت تمام. هتارجت. حلو ده. هشنكره مثلا. شنكره مع الكلام ده يا جماعه بجد يعني الكلام ده تحس ان انت بتتكلم عارف انت بتقول اللي هي تعويذه هتحول الناس ضفادع. يس. يا جماعه تقولوا انجلش يا تقولوا عربي عربي. فحاولوا ان انتوا يعني حاولوا بقدر الامكان تقللوا من استخدام كل الحاجات دي لان هي بتاثر على مستوى تفكيرك بتاثر على مستواك العقلي. يعني لو انت مثلا ربنا رزقك باولاد الاولاد هيشوفوك عارف انت اللي هو مجنون. مجنون بتتكلم بحاجات ابويا اتجنن بيقول تعاويذ في البيت. فلما الواد يكبر ويخش مدرسه مثلا اللي هي 30,000 في الشهر دي او في السنه يلاقي ابوه مثلا هو في المدرسه يقول لك ميل ويقول لك انا افورورد واسيد بالظبط. وزي مثلا ان لسه جاجو كان بيقول لي يعني احنا عاوزين نفوكس على الحته دي. نفوكس. فاحنا ابتدينا نتلبس يعني بالظبط. فحاولوا تشيلوا مننا اللعنه. يعني انت شويه تلاقي نفسك في حاجات غريبه بتنفخ ودن اللي جنبك يعني. بالظبط. ارحمونا. فحاولوا بقدر الامكان يا جماعه ان انتوا تستخدموا الانجليزي بتاعنا العادي اللي هو سيف والحاجات بتاعتنا العاديه. هتفرق معاك في حياتك يعني هتلاقي نفسك حتى انت ابتديت الناس اللي معاك في الشغل ابتدت تفرق. يعني ابتدت الناس تقول لك ما الراجل ده منطقي او الراجل ده عقلاني يعني. كنت عايز تتكلم عن ايه تاني؟ كمل انت معاك. انا حابب اشكرك بس هي نقطه اخيره بس حاولوا بقدر الامكان ان انتوا يا جماعه تقروا. احنا مشرح لكم شويه كتب حلوه جدا على البيت. الكتب دي يعني ريكومنديشن مننا بشكل كبير جدا. اي حاجه انت عايز تعرفها يعني الكتب دي خش على جوجل. بس الكتب دي محققه مبيعات خياليه. سيرش عليها وروحوا. الناس العباقره بتقرا 50 يعني جاجو قال حاجتين دلوقتي يعني
هسيرش اوكي بص وهنشير يعني حاول بقدر الامكان ان انت تقرا الناس العباقره بيل جيتس والناس دي ناس بني ادمين عاديين جدا ما عملوش كتير زينا ولكن احنا بنتكلم وهم عمره 24 ساعه زي ال 24 ساعه بتاعتنا بس حاول بقدر الامكان ان انت يعني الناس دي بتقرا 50 كتاب في السنه فانت يا دوبك بتقرا نص صفحه وبتكسر وبتزهق حاول تقرا اللي رايها تفرق معاك جدا وهتفرق معاك حتى في كل حاجه مش الانجليزي بس ولا الاتش ار بس كان معاك شيكا اكس جاي في حلقه جديده شكرا ليكوا يا جماعه بيقفل ازاي ده كده جاكو بيقفل ازاي